بتعمل موفينج اون وبتلعب رياضة في الجيم، وبعتت رسالة للعوضي بتقوله فيها مش شايفاك. رسالة جديدة من ياسمين عبد العزيز للعوضي بعد انفصالهم، ويا ترى ايه اللي حصل بينهم؟ رجعت الفنانة ياسمين عبد العزيز تثير الجدل من جديد على السوشيال ميديا بعد انفصالها عن احمد العوضي. فبعد ما كان الود رجع بينهم ووقفت جنبه في مرضه، رجعت التوترات بينهم مرة تانية، والظاهر ان ياسمين لسه ما قدرتش تتجاوز حبها للعوضي. فيا ترى ياسمين عملت ايه وايه الرسالة اللي بعتتها للعوضي بطريقة غير مباشرة؟ البداية كانت مع ظهور ياسمين وهي بتتدرب في الجيم وبتستعيد لياقتها وهي بتلعب بملابس رياضية وكلها حماس ومبسوطة في الجيم. فمن بعد انفصالها بتحاول ياسمين تعمل موفينج اون وترجع لحياتها الطبيعية اللي كانت بتعيشها من قبل جوازها من العوضي. ده مش بس كده، ده كمان في الفيديو اللي ظهرت فيه ياسمين وهي بتلعب رياضة وبتتدرب كانت مشغلة أغنية مش شايفينهم للمطربة بوسي، واللي اعتبرها الجمهور تحدي ورسالة غير مباشرة للعوضي بأنها خلاص هتنسى وتحاول تعمل موفينج اون، خاصة ان هو كمان مشغول بتصوير مسلسله الجديد حق عرب. كمان دي مش اول مرة ياسمين تثير فيها الجدل بعد انفصالها عن احمد العوضي، فسبق ونشرت مقطع فيديو ليها على حسابها على انستجرام بعد انفصالها عن العوضي، وظهرت في الفيديو هي بتعيط جامد واللي حواليها بيحاولوا يهدوها، وده اللي خلى الجمهور والمتابعين يقلقوا على حالتها انها تكون بتعيط بجد او منهاره بسبب انفصالها عن الفنان احمد العوضي. لكن اتضح ان ياسمين حبت تهزر مع جمهورها ونشرت الفيديو واستخدمت فلتر سناب شات خلاها تبان انها بتعيط، لكن الحقيقه انها كانت في التحضيرات لواحده من حملات الدعايه بتاعتها وانها في حاله كويسه من بعد ما رجعت من العمره وبقت حالتها النفسيه احسن. اما العوضي فهو كمان بيحاول يوجه رساله لياسمين بطريقه غير مباشره بيبين فيها انه لسه فاكرها وان الود لسه موجود بينهم حتى بعد انفصالهم عن بعض، ونشر فيديو لجزء من مشهد ليه مع ياسمين من مسلسل اللي ملوش كبير، واختار العوضي مشهد اول تعارف بينهم في المسلسل واللي كان فيه بينهم تحدي كبير. فعلق العوضي على الفيديو وقال: طب اسمع يا وحش الكون، مفيش فلوس ومفيش اعتذار، اخرك هاتي. فكان واضح ان العوضي بدأ يتعامل مع ياسمين بشكل طبيعي وينشر فيديوهاتهم مع بعض الخاصة بالمسلسلات اللي اشتغلوها مع بعض قبل كده، وان ما بقاش في حساسية بينهم، خاصة ان ياسمين وقفت جنبه في فترة مرضه والود رجع بينهم تاني بعد انفصالهم. ورغم ان المصادر المقربة منهم اكدت ان العلاقة بينهم بقت كويسة وانهم ما بقوش مقاطعين بعض ولا متخاصمين زي الاول، لكنهم لسه ما قرروش يرجعوا لبعض. فيا ترى ياسمين قررت تعمل موفينج اون من العوضي فعلا وتبدأ صفحة جديدة، ولا العوضي هيقدر يصالحها ويرجعوا لبعض تاني؟ هنشوف.